ألف ألف مبروك لفوز المنتخب. الله يبارك فيك يا دكتورة، وألف مبروك للشعب المصري. 100 مليون فرحان وسعيد بالوصول لكأس العالم روسيا 2018 بعد غياب 28 سنة. خدنا فترة كبيرة جدا بعاد عن كأس العالم، كان لازم نوصل. في ناس عاشت واتولدت وماتت وما شافتش كأس العالم، جه الوقت وجت اللحظة إن احنا نفرح فيها كلنا، وده كان واضح بعد الماتش، حتى من قبل الماتش كان واضح اهتمام الشعب المصري بأكمله. يعني أعتقد إن 100 مليون كلهم كانوا متابعين بشكل جيد للمباراة، كله بيقول يا رب مصر تكسب. كان 11 لاعب أو 11 راجل موجودين في الملعب والتغييرات، ولكن كان في 100 مليون من بره بيقولوا يا رب. 60,000 أو 80,000 كانوا موجودين في مدرجات برج العرب كلهم في صوت واحد بيقولوا يا رب. الكونغو حتى لما جابت جون التعادل شفت المشجع يعني لسه 25 سنة و24 سنة بيعيط في المدرجات. كان المشهد كان مؤثر جدا، وكان عندنا ثقة. أنا حتى كنت بتكلم مع الشباب بعد ما الكونغو تعدت إن احنا هنجيب جون في الدقيقة 94، والحمد لله. يعني توقع يعني أنت كنت متوقع إن شاء الله النهاردة إن احنا كنا هنوصل أنا للكاس؟ كنت متوقع إن احنا يعني هنكسب بعدد كبير من الأهداف، ولكن مع صعوبة المباراة. هو طبعا الكونغو مش فرقة تقيلة، ولكن ضغوط على لعيبة المنتخب، الشعب المصري كله منتظر للفوز ومنتظر للفرحة، ده كان برضو ضغط كبير على عاتق لعيبة المنتخب. الماتش لما تعقد والكونغو جابت الجون في الدقيقة 87، ساعتها حتى اتكلمنا، شفت بعض الناس زعلانه وخلاص، والحلم خلاص يعني الحلم ضاع، حلم المونديال، وان التعادل كان هيحط مصر في موقف صعب. قلت لهم لا، هنكسب وهنجيب جون في الدقيقه 94، وده حصل بالظبط في الدقيقه 93. خدنا ضربه الجزاء، تريزيجيه ومحمد صلاح نجح ان هو يسجل الجون الثاني وجون الفوز وجون وصول مصر لكاس العالم. منتخب مصر يستحق الوصول لمونديال روسيا 2018، الشعب المصري يستحق الوصول لمونديال روسيا. نفسنا نفرح، واحنا النهارده فرحنا بجد. الشعب المصري كله اعتقد في الشوارع. حضرتك عرضت تقارير كتيره جدا في مصر وخارج مصر، شايفه الجالات، حتى الجالات المصريه خارج مصر كلها فرحانه نازله باعلام مصر، رجعتنا لاجواء ثانيه. والحاجه الثانيه جايه في شهر اكتوبر، شهر الانتصارات. لسه من ايام كنا بنحتفل بذكرى 6 اكتوبر، والنهارده بنحتفل بصعودنا لكاس العالم. ببارك لحضرتك ثاني ولكل الشعب المصري، وان شاء الله مزيد من الانتصارات والفرحه باذن الله.